بقول لكم يا جماعه، انا بفكر افتح قريه في الساحل الشمالي واسميها اجوجا بيتش. ايه رايكم تخشوا معايا شركة؟ ايه رايك يا تهامي تخش معايا؟ لا معلش يا عريس، ابعدنا انا عن السياحه، ما بفهمش فيها. خليني انا في الجيم، انا هعمل اكبر جيم في الشرق الاوسط. بقول لكم ايه، ما تخشوا معايا في المول الاسلامي اللي انا هعمله ده، دي حاجه رزقها حلال وربنا هيبارك لنا في الرزق ده. يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده عول وكره سايحه، مالكوا كده؟ في يا جماعه ما فيش غير المطاعم بتاعه الفول والطعميه هي اللي بتكسب اليومين دول. انا اول ما انزل على طول هقوم فاتح مطعم للفلافل واسميه فلافل ام الغوالي، واقوم جايب ام الغوالي ذات نفسيتها قاعده على كيس تلم الغله. اه والله ما حدش فيكم خالص فكر في التكنولوجيا كده خالص. انا هعمل مول كمبيوتر وسوفت وير على اعلى مستوى. اعلى مستوى ايه؟ بقول لك يا حسين خش انت معايا شريك. لا يا عم افتح لنا، خلاص لقيت الشريك اللي كنت بدور عليه. نحنوح قوي، نحنوح قوي. ما انا كمان لقيت الشريك. يعني ايه يا عبد الجليل؟ ايه يا عبد الجليل انت تعبني من ما تيجي تقعد هنا؟ عايز تيجي تقعد هنا؟ بس بقى بس بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى عرفتنا بقى بس لا لا موس. الشنطة اهي يا باشا. انا بقول لك يا كبير، ما يكونش حد هبق عليها وفتحها ولا حاجة؟ والله العظيم الناس دي ربنا يبارك لها ويبارك فيها. الشنط وصلت ومحدش لمسها، هي دي الأمانة يا جماعة. ما الطيارات لما بتتخطف الشنط بتتحط في مخزن الأمانات وتتقفل عليها بالشمع الأحمر، لا يمكن تتفتح أبدا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. استنوا. خير يا باشا، في حاجة؟ الفلوس دي مش هتروح مصر. الفلوس دي هتستنى هنا. للناس اللي محتاجينها. أنت بتقول إيه يا باشا؟ تستنى فين؟ هسيبها للناس اللي بتموت من الجوع. هم أولى. يا كبير ما هو لا مؤاخذة برضه مصر فيها ناس برضه بتموت من الجوع. بلدنا برضه فيها خير يا عبد الجليل، ما حدش فيها بينام من غير عشاء. لا أنا ماليش دعوة بقى بالكلام ده خالص. ده مش قرارك لوحدك يا باشا، ده إحنا كلنا شركاء. عايز تتبرع بفلوسك أنت حر. هذه غنيمتنا يا باشا، والغنيمة حلال. إزاي يا باشا نفرط في الفلوس بعد الشقة اللي إحنا شفناه ده كله؟ ده إحنا متنا. بعد كل البهدلة اللي بهدلناها والتعب اللي تعبناه يا باشا، عايز نسيب فلوس؟ نسيب حقنا؟ آسف يا باشا. صحيح يا باشا. كنت طالع العملية دي ومش فارق معايا الفلوس، بس دلوقتي الفلوس تحت ايديا واقدر احقق كل احلامي، ليه عايز تحرمنا منها؟ لو طلعتوا بالفلوس دي الطيارة انا هبلغ عنكم. بحبك يا نيكي. اسكت انت، انت اللي بوظت دماغه من ساعة ما شاف. بلاش تقولك لسان ابراهيم. انت فاكرنا ايه؟ لعبة بتحركها بايدك تقول لنا نسرق نسرق، رجعوا الفلوس نرجعها؟ الفلوس دي مش هتتحرك من هنا. انا على جثتي لو فرطت الملايين واحد. انا كمان استحالة افرط في ملايين بالفلوس دي يا باشا. هيبقى جواز ولا شغل ولا فلوس. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا جماعه يا جماعه ده شيطان وده قلبنا. خلاص يا باشا خد جزء وسيب لنا الباقي. انت اكتر واحد عارف ظروفنا، ليه عايز تعمل فينا كده؟ الفلوس لو طلعت الطياره انا هبلغ عنكم. نجيب ايه معاها؟ الفلوس دي لازم تروح للي احق بيها مننا. انا هي اللي سوري قال لي انت جدعان ولا ايه؟ الله ما تخش علي بيتك يا حسام. اسكت انت لما الرجاله تتكلم. انت دخلت اهو ما عادش وضع عليها. جريان ضال، انت فاكرها لعبه؟ انا ظروفي زي الزفت في مصر، هصرف عليك منين؟ حسام يا انا يا الفلوس. انا عارفه ان المبلغ كبير جدا، بس انت احسبها كويس قبل ما تاخد قرارك. انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا واتبهدلتوا عشان نرجع بالفلوس دي مصر، واكيد الفلوس دي كان ممكن تحقق لكل واحد احلامه اللي كان بيتمناها، بس في ناس هنا مش قادره تحلم، مش لاقيه الحلم، طحنهم الجوع والفقر والمرض،
أعتقد إن الفلوس دي ممكن تحل لهم جزء صغير من مشاكلهم. أنا عارف إن القرار صعب وأنا واثق فيكم، وعارف إن جوه كل واحد منكم قلب طاهر ونفس طيبة. اخترتني ضل ماشي. أنا معاك يا باشا. حتى الواحد ما يأمنش على نفسه والفلوس دي كلها معاه. لك يا باشا، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتنا، وهي صدقة كبيرة تمنع بلاوي كثير. تأخيرك عليا يا باشا، أنا غلطان، أنا معاك يا باشا. أنا كنت عايز أحاجة جم يا كبير، بس انا كنت نادرها يعني. هنحققها لك يا عبد الجليل. يعني أنا اللي هطلع ندلك للآخر؟ خدهم يا باشا، الفلوس دي منظورة من الأول، كل الفلوس رايحة لأهلي، كلمة في شقة في عربية بالجزمة. اوعى كده لما أبوس الباشا. تتعود إن شاء الله. جماليا، أنا عايز الفلوس دول يروحوا للناس دول، ما يروحوش الناس دول وينهبوهم دول ويخنصروا منهم دول، ها؟ أنا عارفة حوديهم فين بالظبط. وقد تم الإفراج عن الرهائن المصريين المختطفين في الصومال وعادوا سالمين إلى البلاد، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية الحكيمة.